هل هناك محاولة فعلية جدية في المدارس الإسلامية كافة لتنقية الموروث الإسلامي؟ من المسؤول عن تراكم الأخطاء والانحرافات والتأويلات في الموروث الإسلامي؟ ما هي أساليب وطرائق تنقية الموروث؟ وكيف نؤسس لموروث عقلاني يقنع الجيل المعاصر؟ هل انطلقت مسيرة تنقية الموروث؟ عنوان برنامج ألف لام ميم يأتيكم الجمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.